تخيلوا ان هذا البيت اللي وراي المهجور وصل الى باريس وقدر انه ياخذ المركز الاول على مستوى فرنسا سنه. تخيلوا ان هذا البيت اللي وراي المهجور وصل الى باريس وقدر انه ياخذ المركز الاول على مستوى فرنسا سنة 2021. قررت اني اسوي عطر من الطين، فاول شيء جاء في بالي هذا البيت المهجور. انا كنت ساكن هنا في المنفوحة. هذا البيت كان محير لي لانه كان مهجور من يوم كنا صغار وما كان في احد ساكن فيه. الغموض اللي صاحبني وانا صغير هو اللي خلاني لو كنت بقطر طين فبيكون من هذا البيت تحديدا. وعلى مدى سنة كاملة كنت أجي هنا وأخذ أجزاء وأروح المعمل أقطرها. الحمد لله الجميل في بيوتنا أول ترى ما كانت تحتوي بس على طين، كانت تحتوي على طين وعلى بعض الأعشاب والأخشاب الموجودة في بيئتنا. الحمد لله صح أنه من أندر العطور وكل سنتين ننتج مرة، ولكن هذا العطر فعلا فاز في جائزة في باريس على مستوى فرنسا من هذا البيت.